الاحداث التاريخيه صارت السفاره البريطانيه بيها مكان بستان الازركشي اللي حاليا هي تفصل منطقه الشواكة عن الكريمات. السفاره البريطانيه اللي تؤسست سنه 1917 في الوعد بالفور. الشواكة من المناطق العريقه ومقاربه الى وزاره الدفاع انذاك، وغالبيه رؤساء الوزراء كان مقرهم تقريبا مقارب الى منطقه الشواكة. وفي نفس الوقت الشواكة لها اربع وزراء انذاك: محمود صبحي الدفتري سنه 1936، منذر الشاوي، محمود توفيق السويدي، وحاليا لهم اثار متروكه في هذه المنطقه.